هذا الرجل مشى وخلاني عندي ثلاث الوليدات ولد عائلتي قبلت عليه الوالدة ديالي الله يرحمها بيناتنا وجوزنا مع بعضياتنا شرعي ماشي ماشي بالكواط داكشي درنا الوقت اللي بغينا جينا نحد الوقت درنا الكوا درنا الوراق وداكشي ما بغاش يدير معايا الكاغط ما بغاش يدير معايا الكاغط بقينا مدة اليوم مشاو خلانا خلات ثلاثة ديال الولاد ما نكملش ليا الوراق دابا انايا خاصني باش نصايب اوراق ولادي خاصني باش نطلع ورق ولادي وحلى في فلوس الكرا وإحلى في الصغير هنا في الدار البيضاء كم... في كل مره وفين كل مره وفين دابا ما ما لاق انا ما عنديش الخدمه ما يا خدمه موالو. ما والو ما باش نعيش ولادي ما لاق باش نصايب اوراق هي ما لاق باش نوكلهم ولا ما نخلص الكرا دابا الكرا كيستاني خمسة أشهر كنا عايشين بخير واليوم ملي تحولنا لبلاصه اخرى هو اصلا في في ما عرفتش كيفاش دار عبد وحده ما ما بقاش بغى يدير معايا حتى حاجه طلعت له من اللي جات ما بغاش يصرفو معايا ما بغاش هو هو الضمير ديالو هو بغا كاك بقى خدمه اخرى ما, ما لقش ليه قوى على قوة الكرا قوة السير وقوة لك المشاكل ما بقاش بغا ما بقاش بغا يكمل معايا صافي خرجت انا كنكري خرجت كريت دابا ما لاحقنيش الوقت الصير ما عنديش خرجت كريت وبقيت بوحدي كنت صار مش مع الدراري واه الشيء اليوم كيقول لي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم الدراري نهار بغا يمشي مشى بوحده نهار الصباح بكري زاد ما علمت واحد لا الولاد وبقيت انا دابا ما بين هكو كنت خدامه خد ما بقيتش خدامه كنت لاوط انا في الخدمه كيقولوا لي يا راه مشى راه شافوا في عينهم تحت تمشى بوحده ما جرى عليه حتى واحد تا واحد من جلالي. اليوم انا تليت في الوقت ديال في الوقت اللي انا راني مخصوصه فيه دابا ما عندي ما نصير ما عندي باش نطلع الواقع عند المحامي خاصني فلوس محامي ما عندي ما ناكل راه ما عنديش الماكله ما عنديش في الدار ما عندي حتى شي حاجه واخا عائلتي واخا كل انا ما عنديش دل... انا ما عنديش العائله اصلا بحال هادي ما عنديش عائله بحال هادي ما راح منيش العائله ديالي اليوم <applause> السيده كانت دابا خمسه اشهر هي كناكل عدة ديك عشر بعدا ما نكذبش كل مره كيقول لي انا غادي نديرهم كل مره كيقول لي ملي كانوا الوالدين حيين كيقول لي, لي ما غدا اليوم غدا كيجي كي عندها كيقول لها خالتي انا غدا غادي نديرهم انا السيمانه غنديرهم هاد الشهر غنديرهم بقى بحال هكاك دابا الوالدين راه توفاو <applause> هو دابا خدام عند شي حد شيفور وخدم سمسار ديال الطونوبيلات كامل <applause> كيسمسار داكشي ديال الطونوبيلات انا ما كنسولش في راسي ما نسول فيه هو كنسول في ولادي انا كنسول في ولادي وقع لي لولادي وانا هذا الزب هو, هو عايش هو عايش بخير ما خاصه حتى شي حاجه هو عايش ما خاصه والو هو راه عايش العيش اللي باغي يعيش راه ولكن الاولاد اللي خاصهم يعيشوا داك العيش اللي خاصك يعيشها هو خاص يعيش ولادي يمكنش ليا يعيش هو وخلي ولادي هكا ما رحمناش ما شافش فينا كانت من الله هو اللي يدير شي حل عاونوني في اللي خاصني بزاف د الحوايج خاصني نديرهم اللي مخصوصين الدراري مخصوصين خاصني اصلا واحلين فوراقيه واحل في سحاب الحاجه اي حاجه انا واحله فيها